ماشي. إلى مصر ده تفضى عني وشرفني وعن والديك ما تحضرين المسلمين. قال حدثنا محمد بن مصعب قال حدثنا الأوزعي عن الزهري عن علي بن حسين عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال حدثني رجال من الأنصار رضي الله تعالى عنهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنهم كانوا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة إذ رمي بنجم. قال فذكر الحديث إلا أنه قال إذا قضى ربنا أمرا سبحه حملة العرش ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم رضي الله عنهم أجمعين حتى يبلغ التسبيح السماء الدنيا فيقولون الذين يلون حملة العرش لحملة العرش ماذا قضى ربكم فيقولون الحق وهو العلي الكبير فيقولون كذا وكذا. قال فيخبر أهل السماوات بعضهم بعضا حتى يبلغ الخبر السماء الدنيا. نعم. قال يأتي الشياطين فيستمعون الخبر فيقذفون به إلى أوليائهم ويرمون به إليهم فما جاءوا به على وجهه فهو حق ولكنهم يزيدون فيه ويقرفون وينقصون. هذا الإسناد إسناد صحيح. هذا مصعب القرقساني في كلام جهة حفظه إلا أن أحمد قال حديثه عن أوزاعي مقارب ثم هو متابع ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين خرج مسلم والطحاوي وأبو نعيم في الحلية والبهاقي في الأسماء والصفات وخرج البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم والنسائي في الكبرى والطحاوي من طرق عن الزهري. نعم. وهذا حديث عظيم أيضا في الكلام عن الغيبيات وأن الجن يركب بعضهم بعضا وأن الله يتكلم سبحانه وجل في علاه. وهنا قال إذا قضى ربنا أمرا سبحانه سبحه حملة العرش فالكلام كله على النجم اللي هو الشهب. قال الله تعالى إن زينا الدنيا زينا سماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل ما من كل ما من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصل. إيش قال إلا من خطفت إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب شاب شهب. فإذا رمي بالنجم هم يقولون بأن هذه لو ده ولادة عظيم أو حياة عظيم فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا ليس كذلك وأنه من آيات الله جل في علاه وأن الأمر أن الله إذا قضى بالأمر في رواية أن الله جل في علاه إذا قضى بالأمر تكلم بالوحي كأنما سلسلة على صفوان أخذت السماء منها إيه رعدة رجفة حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العليم الكبير. فتحدث أهل السماوات السماء السابعة السماء كل سماء تتحدث حتى يأتي الكلام إلى سماء الدنيا يتحدثون والجن يسترق السمع يسترقون صريف الأقلام يسترق السمع فيسترق كلمة فيقرقرها لمن تحته ومن تحته يقرقرها لمن تحته حتى تكون في أذن الكاهن فيتكلم بها ويكذب معها مئة كذبة. فلما يكذب معها مئة كذبة الناس يغترون به فيصدقونه. وهنا محل الاختبار لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى عرافا أو كاهنا لم تقبل له صلاة 40 بس فضولية لكن قال من أتى عرافا أو كاهنا فسأله فصدقه بما يقول ها فقد كفر بما أنزل على محمد. وهنا أثبت العرش خلافا لأهل البدع والضلالات من الجهمية وغيره أثبت العرش وأثبت أيضا حملت العرش والكل يحتاج إيش لله الله استوى العرش والعرش يحتاج إلى ربي كلهم لأنه ده مفاد اسم الله الصمد الجميع يصمدون عليه في حوائجه كلهم يحتاجون إليه ويستغني عن الجميع. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني سبحانه وجل في علاه. فحملت العرش تسبح الله جل في علاه فيسبح الملائكة ملائكة كل سماء تسبح ثم بعد ذلك يسترق السمع الجن من السماء الدنيا من ملائكة السماء الدنيا كلمة ويزيدون عليها إلى الكهف. وبين أن الشهب هذه لهؤلاء الجن يعني الله جعل الشهب وجعل النجوم حفظا ليش حفظا للسماء من كل شيطان مارد. الآن ما فيش استرق سمع في قرآن بينزل الآن بقى الجن ماذا يفعل بيأتي على الغيب الناس الغيب النسبي يخبر به الكهنة والكهنة تكذب عليه. قال رحمه الله حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وعن عائشة رضي الله تعالى عنه إنهما قال لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يلقي خميسة على وجه بأبي يوم فلما اغتم رفعناها عنه قال وهو يقول لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد
يقول عائشة رضي الله عنها يحذرهم مثل الذي صنعوا. نعم هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين تلاعلى بن عبد الأعلى البصري أخرجه عبد الرزاق عن معمر بهذا الإسناد من طريق عبد الرزاق أخرجه أبو عوانة بن حبان خرج ابن سعد عن الواقدي والبخاري والنسائي طريق عبد الله بن مبارك كلاهما عن معمر أخرجه الدارمي والبخاري والبياقي أيضا في الدلائل والبغوي كلهم يعني من طرق عن الزهري به. ويأتي أيضا في مسند عائشة بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مرض الموت وهذه فيها دلالة على بشرية النبي يتأثر كما يتأثر البشر وأن سكرات الموت تؤثر فيه لذلك كان يأخذ الماء على رأسه ويقول سبحان الله إن للموت لسكرات ثم قال لما اغتم رفعها فقال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فهنا استحقوا اللعن لأنهم إيش بنوا على القبور مساجد أنت ليل النهار يبنون على المساجد ويقولون أنتم لا تفهمون. هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم. جاءت أم سلمة أم حبيبة للنبي صلى الله عليه وسلم فذكرتها للنبي صلى الله عليه وسلم يعني كنيسة رأت فيها التصاوير والبناية على قبور الصالحين فقال أولئك أشرار الخلق عند الله يوم القيامة. إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح صوروا تلك التصاوير وبنوا على قبر وقال أولئك أشرار الخلق عند الله يوم القيامة. لذلك شوف عائشة قالت يحذرهم مثل الذي صنع يعني يحذر أمته مما صنع اليهود والنصارى هم يتخذونها الآن بالضبط كما اتخذتها اليهود والنصارى. قال ابن عباس لا تزخرفنها كما زخرفت بنو إسرائيل. وهذا الذي يحدث الآن مسجد النجفة بتاعته بميزانية بلد كاملة النجفة بس النجفة اللي هي مستديرة هذه بميزانية بلد كاملة البلاط اللي انت بتمشي عليه قبل ما تدخل المسجد كأنك ماشي يعني فاهم على 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 الصرح الممرض من قوارير يعني أموال طائلة بتنفق لا على شيء. وتلاقي رئيس المسجد أو إمام المسجد أو خطيب المسجد أو قارئ المسجد تلاقي متجلد مبتدع ضال ليس فيه خير. وهذه علامة من علامات الساعة تزيين المساجد والاهتمام بتزيينها مع وجود البدع فيها علامة من علاماتها. وهذه المساجد كلها إن لم يكن فيها السنة فهي مساجد إيش ضرار هي مساجد ضرار. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى دخل جرح ضب لدخلتموه. قالوا اليهود والنصارى قال فمن غير هؤلاء. فهذه تبين لك حرمة بناء المساجد على القبور. قال ابن تيمية المسألة على صور ثلاثة القبر أولا ثم بنى المسجد عليه هذا وجوبا يهدم المسجد ويبقى القبر حقه هذا غصب الأرض. ومن كان المسجد ثم أدخلوا فيها القبر فيأخذ القبر وينبش ويذهب إلى المقابر ويبقى المسجد هكذا دون رؤية. الفوائد المستنبطة الجن يركب بعضهم بعضا لاستراق السمع والآن يخبرون من يستعملهم بالغيب النسبي. حرمة بناء المساجد على القبور شرعنا يهتموا بحسم المادة وسد الذريعة. نعم الاستراق ده كان زمن الوحدس ماذا يسترقون حبيبي ماذا يسترقون بسأل عن ايش هو ايش اللي منعهم اصلا من السماء هم كانوا يجولون في السماء ويسمعون ايش اللي منعهم نزول القرآن وبعث النبي صلى الله عليه وسلم. سمحت شكرا حد يقول ما صار في النبي صلى الله عليه وسلم ماذا كنت ممكن حد ممكن يقول بذلك فنقول له الآن حتى ولو كان هو الآن يركب بعضهم بعضا الكلام هنا لو قلنا بأنهم يسترقون الغيب في هذا الباب قد وقد لكن في الغالب أن الآن السماء حفظت تماما ما يستطيعون استرق السماء لأن السماء حفظت تماما بعد ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم حفظت تماما. وهم الذين ضجوا في الأرض لما ضجوا في الأرض هم من الذي منعنا من خبر السماء من الذي منعنا من خبر السماء فلما سمعوا القرآن قالوا هذا الذي منعنا من خبر السماء. لذلك قال الله جل في علاه إيش حفظ وحفظا من كل خلاص استتم الأمر في هذا الباب ومنع الجن من استراق السماء. وأن كنا نقعد بنا مقادم السماء فمن يستمع يجد له شابا رصدا
نعم يختلفون من الكذب يعني الخرص والتخمين. الشهب مالها؟ بتبقى نادرة موجودة الله أعلم، ممكن تكون عقابا لهم يحاولون ويعاقبون، لأن خلاص حفظ السماء ما يستطيعون استرق السمع، فلعلهم إذا حاولوا يفعل بهم ذلك. الأدلة على ست فرد هو لا مش من الأدلة هذه. أنت بتستدل بيه إزاي يعني؟ طيب عشان كده قلنا حفظة السماء على هذا. جزاكم الله خير، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك. السلام عليكم. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.